جولة جديدة في الشبكة نعرض لكم فيها أهم ما راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. معكم بني صلادين وأهلا بكم من جديد في برنامج حديث الشبكة. بداية مع أبرز العناوين. سلسلة التقارير الجديدة للصحفي الإسرائيلي تفي كاي حزكالي، فيها يتنكر لشخصيات إسلامية ويحاول كشف الإسلام السياسي في أوروبا، تثير الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين داعمين ومنتقدين. صفحات الاعتراف موضة جديدة على فيسبوك، فيها يقوم الأشخاص بإرسال اعترافاتهم بدون التعريف على هويتهم، تملأ فيسبوك وتتعدد الآراء حول هذه المواضيع. وللحديث عن الموضوع الأول سينضم إلينا عبر خدمة سكايب الناشط السياسي والاجتماعي وأحد مقيمي صفحة أكت أمجد شبيطة. من هذه المواضيع سنعرض لكم الوسوم والموضوعات الأكثر رواجا في الشبكة في الأيام الأخيرة في فقرة مختارات الشبكة، خاتمين برنامجنا مع الأشرطة المصورة التي انتشرت بصورة فيروسية. من هنا إلى حديثنا الأول. سلسلة جديدة في القناة العاشرة الإسرائيلية، خلالها يقوم الصحفي تفي كاي حزكالي بانتحال شخصيات إسلامية متعددة، والهدف الكشف عن ما يحدث وراء أبواب المساجد الأوروبية. السلسلة هذه تثير ضجة في الشارع الإسرائيلي والفلسطيني أيضا، فهناك من يقول إنها تفضح الوجه الحقيقي للإسلام السياسي في أوروبا، وهناك من يراها كتحريض ضد المسلمين والعرب بشكل عام ويصفها بالإسلاموفوبيا. وفي ظل هذه السلسلة ومع ازدياد الأصوات الغاضبة والمتقدة من المجتمع العربي، انتشرت صفحة تحت اسم تغيير إعلامي أكت على فيسبوك، وتهدف إلى وقف الإقصاء والتحريض ضد المواطنين العرب في الإعلام العبري على حد تعبيرهم. وفي إحدى منشوراتها تقول: كلام فاضي يا تفيكا. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب أمجد شبيطة أحد المقيمين للصفحة. أمجد، أولا ما هو الهدف وراء فتح مثل هذه الصفحة؟ أولا مرحبا عزيزي بليغ. يعني الهدف من إقامة هذه الصفحة هو الوصول إلى قناعة بأننا نحن كعرب في البلاد علينا ألا نسلم أكثر من سلمنا به حتى الآن من تحريض عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومحاولة استغلال شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التأثير بشكل منظم ومباشر ومنهجي على وسائل الإعلام العبرية. هذا يعني الهدف العام الذي يعني كانت نقطة الانطلاق فيها التصدي للرسائل العنصرية التي يبثها برنامج تفي كاي حزكالي الذي تحدثتم عنه مسبقا. إذا القضية تتعلق بالتغطية الإعلامية بشكل عام للمواطنين العرب، وليس فقط هذا البرنامج العنصري برأينا. نعم، يعني وماذا كانت، يعني رأينا أنها كان هناك العديد من التعليقات، وكان هناك يعني ما يزيد عن 1000 مشاركة أو شير لهذا المنشور الذي كتبته باسم وليد من كابول، التي هي أيضا شخصية غير واقعية مثل الشخصيات التي ينتحلها تفيكا. ماذا كانت التعليقات من الشارع الإسرائيلي حول هذا الموضوع أو حول هذا المنشور؟ يعني هذا المنشور صراحة أثار ردود فعل كبيرة. أولا يعني يهمني أن أتطرق إلى ردود الفعل بين المواطنين العرب. كان هنالك تعطش كبير، يعني ردود الفعل أثبتت أن هنالك تعطش كبير لما يرد على الإعلام الإسرائيلي، ولكن أيضا كانت تعقيبات لافتة من المجتمع اليهودي. التعقيبات كان منها قسم كبير جدي يمعن بالعنصرية ويبرر الإسلاموفوبيا والرسائل التي يبثها البرنامج ضد الإسلام وضد المواطنين العرب، ولكن أيضا كان هنالك ردود فعل واسعة جدا أستطيع أن أقول من النشطاء اليهود أيضا الذين قالوا بأنه جاء الوقت لوضع حد لهذا التغييب لصوت المواطنين العرب في الإعلام العبري. القضية بمعنى إنه الإعلام العبري ليس فقط بأنه يعني لديه رسائل ضد العرب أو ضد المسلمين، إنما هو أيضا بشكل عام يغيبنا، يعني يدعي ما لديه ولا يأخذ الرد من قبلنا ولا يوفر
لنا كمواطنين عرب المنصة اللائقة والمناسبة للرد على هذه الادعاءات والصور النمطية التي يبثها ضدنا. نعم، يعني ويعني نرى أنه كان هناك يعني العديد دائما يكون من قبل الإعلام الإسرائيلي ومن قبل الشبكات القوية في إسرائيل يعني توصيف العرب أو المسلمين بشكل عام في العالم وفي هنا في دولة إسرائيل. يعني ما هو الوضع العام للعرب في إسرائيل في الشبكة؟ في انظر يعني العرب هم حوالي 18%، نحن حوالي 5 المواطنين العرب، نحن ما زلنا حتى اليوم من ناحية المحاورين في وسائل الإعلام أقل من 18%، أقل من 5% حتى، بمعنى أن هنالك تغييب تام لنا كمواطنين عرب بشكل عام على مدار السنة. ولكن أيضا في الفترات التي تكون فيها توتر سياسي مثل مثلا الحروب أو العمليات. نعم، يعني القصد هو ما هي صورة العرب في إسرائيل في الشبكة؟ ما هي الصورة التي تنقلها الشبكة لنا عن العرب في إسرائيل؟ أنا ما أردت أن أقوله يعني أنا أريد أن أتحدث عن الشبكة المقصود وسائل الإعلام العبرية ولا بشكل عام؟ شو الشبكة؟ شبكة التواصل الاجتماعي، هذا ما أعني. في شبكة التواصل الاجتماعي هنالك حضور كبير للمواطنين العرب، يعني نحن نعرف أن المواطنين العرب أكثر استخداما لشبكات التواصل الاجتماعي من المواطنين اليهود، ومع ذلك نحن نرى بأنها تعج بالتمييز العنصري. وهذا ما نريد أن نقوله من خلال هذه الصفحة، علينا أن نرد أيضا على الإعلام العبري اللغة العبرية كي نؤثر أكثر على الإعلام العبري، بمعنى أنه من يتابع الصفحات باللغة العبرية نجد من هنالك يعني تحريض أرعن علينا، ونحن تقريبا غير موجودين من ناحية الرد المنهجي والرد المنظم. وهذه هي الصورة التي نريد أن نغيرها. وسائل التواصل الاجتماعي توفر لنا فرصة التواصل وضغط مباشرة على وسائل الإعلام العبرية وعلى الشخصيات الإعلامية التي تمارس هذا التغييب والتحريض، وهذا ما نريد أن نستغله. نعم، صحيح جدا. ورأينا أن المنشور الذي قمت بكتابته على صفحة أكت وصل إلى الكثير من الأشخاص. أمجد شبيطة، شكرا لك على تواجدك معنا في هذا الموضوع، نشكرك. ومن هنا ننتقل إلى الموضوع التالي. بدأت في الولايات المتحدة ومن هناك انتقلت إلى جميع أرجاء العالم، وهي الآن تصل إلينا. صفحات الاعترافات السرية تملأ فيسبوك وإنستغرام، فيها يستطيع طلاب الجامعات وآخرون بإرسال اعترافاتهم بشكل سري، ومن ثم يقوم القائمون على الصفحات بنشره. صفحات لجامعات معينة، لبلدان معينة، وحتى لمدارس معينة، تشغل مواقع التواصل الاجتماعي في اعترافات مضحكة وجدية أيضا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يرافقني في الاستوديو الناشط الاجتماعي أحمد صفي. أهلا بك أحمد. أهلا بك أحمد. يعني كان هناك العديد من المنشورات، ويعني حاولت أن أتواصل مع أحد القائمين على صفحة اعترافات تخنونية التي هي كانت الصفحة الأولى هنا في البلاد، ولكنه قال لي أن هذه الاعترافات أو أنه لا يستطيع أن يبيح لنا بهويته ويقول لنا من هو لأنه يصله التهديدات. فلماذا حسب رأيك كان هناك يعني معادين لمثل هذه الاعترافات؟ حتى نبلش من هون انه صفحه الاعترافات فيها كمان شغلات سلبيه، فيها كمان شغلات ايجابيه. الشغلات للاسف السلبيه هي راح تكون اكثر كالمعتاد بهيك صفحات، اللي هنا عمليا هون بنتقدوا او بنتقدوا انسان على ما هو موجود عليه، او بنتقدوا اراءه او بنتقدوا منظره، فالشيء باخذنا لمحل اللي هو محل مش مريح او مش كثير منيح للطالب الجامعي اللي هو موجود هناك. على سبيل المثال بدنا ناخذ مثال بسيط، ممكن انا او اكتب اعتراف اوصف شيء فيه حدا فيه، هالمواصفات تنطبق على حدا ثاني والثاني ياخذ المعنى حاله، بصير يبعث تهديدات، بصير يحكي هيك، بصير يحكي هيك، يبعث هون من هون تبلش كل هاي المناوشات. يعني عندما تواصلت مع هذا الشخص يعني قال لي انه هدف الصفحه بالاساس كان يعني مجرد الترفيه عن الطلاب الجامعيين في فتره الامتحانات وفي كل هذه الضغوطات، الترفيه عنهم، وفعلا كان هناك منشورات التي هي مضحكه والتي هي ساخره بعض الشيء.
صحيح شفت كمان كثير بوستات اللي هن عن جد كثير مضحكات بترفه شوي عن الوضع اللي احنا موجودين فيه. مش شرط احنا كل النهار موجودين بالتعليم موجودين بالشغل, بدنا شيء يرفه, بدنا شيء يمرق شوية وقت, نضحك كمان شوي مع الفكاهات اللي بتصير او مع الاشياء اللي بتصير مع الطلاب هناك. كانت فكرة حلوة بس من جهة ثانية فيها كمان سلبيات للأسف. ماذا كانت المنشورات المعادية لهذا وكانت الادعاءات على هذا الموضوع؟ كان في ادعاءات كثير. في أنا شخصيا شفت أو سمعت عن حدث هناك إنه أم صبية راحت بعثت ودعاء للأدمن رسالة. فلأنهم حكوا على بنتها اللي هي بتشتغل كممرضة بمستشفى, الظاهر كيف ما قلنا من قبل عرفوا شوي من المواصفات, عرفوا عن ايش بنحكي وعن شو بنحكي وبالتعقيبات لتحت كمان واحد يكتب للثاني وعرفوا مين هاي الصبية بالضبط منشن تاج للصبية نفسها الظاهر عرفوا عن مين نحكي هنا. ومن هنا صار في مشكلة كثير كبيرة للبنات من وراء هاي الشيء واحتمال وفولها تعليمها كمان. صحيح جدا يعني. وأيضا كان هناك منشورات جدا بارزة ومنشورات التي حصلت على آلاف ومئات من الإعجاب في فيسبوك على هذا الموضوع. يعني أحد المنشورات التي رأيتها أنا شخصيا كان من صفحة اعترافات الإبيبية, كان الاعتراف رقم 695 695. أنا أم أحد الطلاب اللي عم تمرق بفترة صعبة بسبب ابنها اللي مش قد المسؤولية والدعم اللي أعطيناه إياه لما بلش تعليم. لازم تكونوا قد الثقة إلى أهاليكم حطان فيكم. بتعرفوش قد صعب على الأم, بس تعرف إنه تلاقي ابنها رجع على البيت بدون علب الأكل, هاي الأهم شيء بالنسبة للنساء طبعا, خصوصا مثل هاي الفترة اللي بنفعش نشتري فيها بوضة بسبب البرد. ماذا كان هناك التعليقات الأخرى والاعترافات الأخرى الموجودة؟ هات من هنا كمان تعقيب. نعم. تعقيب رقم 248. من يمن شفت صبية نغشي على المقعد الأخير باب الحفرة أو الحفرة. قعدت على مقعد قريب وصرت أفكر كيف بدي أحكي معها. فطلت من جبتي 50 شيكل وعملت حالة بقيمها عن الأرض قريب منها وسألتها إذا هاي إلها. الصبية عملت حالة بتفحص الجزدان وبالآخر قالت إنه هاي إلي وشكرا كثير, أخذتها وراحت. شو كتب لها بدي يا نصابي. فعلا. وأيضا من صفحة اعترافات تخنيونية 352, بتعرف إنه بعث تقريبا بيجي 10 اعترافات لصفحة ونشروش منها إشي, قلت إسا دبعت رقم 11 إذا ضبط ونشر وخلص. هاي إشارة إنه لازم أبلش أدرس الامتحان عندي يا بكرة على 9:30 بالتالي أبطل أعمل ريفرش لكل ثانية على الصفحة, لأنه أشخاص يعني كل الوقت هم منشغلون بهذه الصفحات وهذا ممكن يلهيهم أيضا عن الدروسهم. هذا الترند ما كانش من قبل, حتى نقول كان بإطارات بأطر معينة بس بهيك إطار ولا مرة كان الترند كان كثير سريع وبسرعة انتشر بين الكل, وكأنه إحنا مستنين هاللحظة اللي نطلع كل شيء جواتنا. هذا بدل عاديش إنه إحنا عن جد شوي مكبوتين أو شوي موجودين بمحاصرين وبدنا نطلع الأشياء اللي جواتنا. التعليق الأخير أو الاعتراف الأخير. التعليق الأخير 246. قصة حقيقية. مرة كنت أنا وصاحبي بالمستشفى قاعدين بالميون نستنى هالدكتور وكان ملان الناس تستنى وكله بالدور. صاحبي هو الصلاة على النبي غابر بالعبراني وبدي يساوي حاله فرتيك قدام العالم. صار يحكي بصوت عالي وأنا دكتور أورتفورد. أنا صفمت فيه والناس ماتت من الضحك. بقول شو عرفك باسم الدكتور؟ بجاوبني بكل ثقة. ما يا مكتوب شالت قد راسك الدكتور أورتفورد. ما قريتها ولا مكتوب بروفيه أورتوبيد. من هذيك اللحظة بيقولوا لي أخصائي عظام وأنا في الدول العربية. أخصائي عظام صحيح. فمن هذيك اللي بيعملوا شو بدك بس ما تحكي قدام حدا. نعم, والاعترافات كانت منبر جدا جميل لكي يعرض مثل هذه الاعترافات. صحيح. شكرا لك على تواجدك معنا بخصوص هذا الموضوع, ومن هنا ننتقل إلى الفقرة التالية, فقرة مختارات الشبكة. فقرة مختارات الشبكة نفتتحها مع ملك الإنستغرام الجديد وربما سيكون الملك القادم, وهو ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني, وهو الآن يشغل منصات التواصل المختلفة ويقوم بالتواصل مع الشباب الأردنيين عن طريقها. يملك اليوم قرابة الواحد فارز 2 مليون متابع على إنستغرام, ويدير حسابا شخصيا أيضا على تويتر وصفحة خاصة على فيسبوك يشارك فيها بنشاطاته السياسية, صورا مع قادة في العالم ومقاطع شخصية أيضا. لنشاهد أحد ما قام بمشاركته على حسابه في إنستغرام. أحمد سعد أحمد
هي يلا الله يا ولد يا ولد يلا شباب وحش من هنا إلى غزة. فوسط الأوضاع المادية الصعبة في القطاع يلغي الرئيس محمود عباس الإعفاء الضريبي ويعيد فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين. التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء اعتراضا على ارتفاع أسعار فواتير الاتصالات ونشر هاشتاج افصل فاتورتك. فكتبت مجدولين الحلوجي: اعملوا مثلنا بالأردن، أفضل خطة ولا تخلي الشريحة بالموبايل يوم كامل، وغلبنا شركات الاتصال وعقبال نفصل حكومتنا ونلغيها. وكتبت خلود عبد الهادي منتقدة: سواء المسؤول شركة الجوال أو السلطة، بالنهاية ضريبة القيمة المضافة هتروح على خزينة السلطة، ما حدا غيرها، وكلنا بنعرف أن السلطة ولا عبالها غزة واللي بيصير فيها، فبأي منطق بدكم إيانا ندفع؟ بينما سخر أنس من الموضوع مهردا: قاعد لوحدك كده سرحان، جوال تبعت لك رسالة جنان، 16% زيادة كمان، ادفع يلا، طب افصل يلا. ونبقى في فلسطين. تقوم الولايات الأمريكية المتحدة بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قائمة الإرهابيين، بالإضافة إلى منظمات فلسطينية ومصرية أخرى. غرد الكاتب والمدون السياسي من غزة عرفات هنية: القرار الأمريكي بحق إسماعيل هنية ليس مستغربا، فأمريكا لديها ملف أسود مع جميع حركات التحرير حول العالم منذ بروزها كقوة عالمية، لكن المستغرب في قرارها توقيت الإعلان الذي يضع قائد حماس على لائحة الإرهاب واتخاذ قرار المنع من السفر في حين جلوسه في غزة. ماذا تخبئ الأشهر القادمة لغزة؟ بينما كتبت صفحة صرخة ثوري: من عجائب الدنيا أن يطلق على المجاهد القائد السني إسماعيل هني إرهابي، ولم يطلق على من قتل أكثر من نصف مليون بني آدم وهجر أكثر من 15 مليون بني آدم وعذب الآلاف بل الملايين. بشار الأسد إنه إرهابي. من هذا الموضوع إلى لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو في واقعة صادمة للجماهير العربية. اشترك نجم نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بحملة للتوعية بأهمية التبرع بالدم في إسرائيل ترعاها نجمة داود الحمراء. غرد السياسي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق: عندما يشارك نجم منتخب ريال مدريد البرتغالي رونالدو بحملة الدعاية لتبرع بالدم مع نجمة داود في الكيان الصهيوني، فإنه ينحاز للإرهاب ويوجه طعنة لنضال شعبنا وكل المناضلين من أجل الحرية في العالم. ورد عليه أحمد أبو ركبة من اليمن: رونالدو لا هو فلسطيني ولا عربي ولا مسلم، مثل ما بيتعامل معنا، وقبل هيك استقبل الطفل دوابشي وتبرع بحذاء الذهبي لفلسطين، برضو بيتعامل مع اليهود، هو بالنسبة له رضاء جماهيره هو الغاية سواء كانوا عرب ولا مسلمين ولا يهود. من هذا الموضوع إلى الأردن: نحو 1500 شخص يهتفون ضد سياسات الحكومة ورفع الأسعار خصوصا سعر الخبز. تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج خبز الشعب الخط الأحمر. كتبت راغد من الأردن على حسابها في تويتر: ازداد الظلم والفساد، ومجلس النواب والحكومة من أفسد لأفسد، والشعب الأردني تعب من الفساد، تعب من الوعود الكاذبة، تعب من الضرائب والغلائل بالخير. بالآخر بيقولوا لك ما في أردنيين سخمين، ليش أنتوا بتعرفوا كيف الأردني عايش وبعاني؟ بينما غرد يوسف من الأردن غاضبا: وكيف يحيى الوطن وأولاده بين جائع ومقهور؟ خبز الشعب الخط الأحمر، نموت ويحيى الوطن.
من هنا إلى خبر مثير للجدل في إسرائيل. بعد التحقيق الصحفي وراء معلم الفنون بوعز أيرد والذي كشف عن علاقته مع طلاب مع طالبات قاصرات في المدرسة التي يدرس فيها قام بالانتحار. خبر انتحاره أحدث زوبعة إعلامية وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يقول أن هذا كان من تداعيات أفعاله ومن ينتقد الإعلام الإسرائيلي ويقول أنه غير مسؤول. كتب إليران من إسرائيل: من المحزن سماع الخبر عن بوعز أيرد من كل الجوانب، ببساطة محزن. بينما كتب يوآف كيرن: أحد لا يجب أن يشعر بالذنب على انتحار بوعز أيرد، ليس الإعلام ولا الضحايا من قتلوه وإنما هو نفسه. في موضوعنا قبل الأخير لهذه الفقرة: تعليقات إسرائيليين على شريط مصور يظهر فيه متظاهرون فلسطينيون يقومون بملاحقة القوات الإسرائيلية في جنين. هذا الشريط المصور انهالت التعليقات الإسرائيلية المنتقدة. كتب إيال مامان: مخجل بالفعل، كل هذا بسبب سيد الأمن بيبي والصفر ليبرمان، أصبحنا نكتة. وعلق شاحر من إسرائيل أيضا: قائد الجيش الإسرائيلي اليساري أيزنكوت هو المذنب لهذا الوضع، يجب أن نحضر للجيش الإسرائيلي قائدا يدخل للجنود روحا قتالية كي يجلس هؤلاء العرب بهدوء، يبدو أنهم يفهمون فقط لغة القوة. ننهي هذه الفقرة مع الموقف الطريف الذي تعرض له رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. فقرة الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا عبر صفحات فيسبوك، تويتر ويوتيوب، ننهي عددنا هذا فيها كما هي العادة. نفتتحها بشريط مصور لشخص أراد أن يعتذر لزوجته وقام بفعل ذلك أمام جميع الناس عبر فيسبوك. يا جماعة الخير، أنا زلمة طالع لمرتي، أخطأت يعني خطأ كبير فادح. أنا زلمة مامون، لكو عندي سرماية سعاد، سرماية سعادها بنسوان الدنيا كلها، الدخيل ربها. يا جماعة أنا ما أدري شو سويت، هيك نزوة، هي غلطة، هي ما أعرف شو صار فيني، كنت سكراني كل ما حكيت مع هذه المبوطة هذه اسمها سماهر. باطل باطل باطل، هذه غد بدي الغزلان القرود. أمرامي أني آسف، أني آسف. مون على من على أجريت مو؟ ضيي أنا طايع ليش طايع؟ مون مع مصاري؟ لا والله ما مون. مون كرت البنك وينه؟ والله معاك. كل شيء بالبيت عميني مون عليه. والله أنت الشاينة والماينة. حدك شو أنت؟ حد السرماية. حدك كنت اللي بأجري. أي. شايف؟ أنا زلمة مامون يا عمي، مامون مامون يا عمي بسام يا جماعة الخير، زلمة مامون على حالي أنا. الشريط القادم يوضح لنا أنه وعلى ما يبدو ليس علينا الاعتماد على المترجمين بكل الأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر نهدي هذا الفوز للشعب العراقي. First come I give you this award from all people Iraq. وشهداء العراق والحشد الشعبي وقواتنا المسلحة. Anyone from Iraqi this. السؤال يقول ماذا يعني مباراتنا مع إيران؟ نعم. إحنا خضنا مباراتين ودية مع إيران. I'm play with Iran friendly match. تعادلنا بالمباراتين. Every team you equal. نعرف قوة ضعفهم، قوة الضعف والقوة القوة مالتهم والضعف. I know what's strong what. نقطة القوة والضعف. نقطة القوة والضعف نعرفها. راح نحضر بشكل جيد لهاي المباراة. I prepare this team is very very very. خلصنا احنا اول مهمة هي تأهل الارجنتين. First come you qualified to Argentina.
إن شاء الله إحنا عندنا. الشريط المصور الأخير نعتذر بخصوصه مسبقا من كل الأشخاص الجائعين خصوصا محبي الشاورما. حتى ولو كنتم من عشاق الشاورما لا أعتقد أنكم كنتم ستنهون هذه الوجبة كلها مثله. مع هذه الأشرطة المصورة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد عرضنا لكم أحداث هذا الأسبوع على أفضل صورة من منصات التواصل الاجتماعي. تابعونا على صفحتنا في فيسبوك وقناتنا في يوتيوب i24 News Arabic. هناك تستطيعون أن تشاركونا بآرائكم حول المواضيع المطروحة وطبعا طرح مواضيع للحلقات التالية. كان معكم بليغ صلاح الدين. لنا لقاء.